فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تزور القبر أو تزور القبور في السنة مرة واحدة؟ لا، ولا بألف سنة مرة واحدة. ما يجوز للمرأة أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. نعم، ولا قبر واحد، ولا مرة واحدة في السنة أو في سنين، ما يجوز لهذا. نعم.